حاج كلوف 2.0. اليوم الجلسة بين الدولة وبينيانا الشعب الثائر والعظيم، والباهي في الجلسة السرية أن الحاكم في القضية قاضي عادل مستقيم. المحامي يرحم والديك ووالديه قال كلام ما فهمتوش، نيابة اعترضت عليه وأنا ساكت على حياة عندي ثقة في القضاء والسلام. وبعد الجلسة حكم القاضي بطلاق بالتراضي بين الشعب وبين الدولة، وعلى الشعب دفع النفقة والإتاوة للضرر. وقال القاضي الدولة حنينة وزوالية وساعة ساعة بوهالية، والشعب هو المتخلف والمتزلف والأفاق، وعلى هذا تم الطلاق. دولة نظيفة والشعب هو العنيف والمهلوس والمعصاب، الدولة عفيفة والشعب هو الزلاق كما قال بوغلاب، عايش حياته في الغفلة والتحيل والنفاق. قال الشعب أنا خطيني ما عملتش، ما دنيتش، أنا مضروب على يدي، أنا لعديتوها عليا، منيتوني وعدتوني بالكرامة وبالحرية، من بعد جبتوا بيا وخليتوني سارح ضايع في البرية، طريق تراب وحكاية كذبة بلا شباب، حلمة عذبة بلا نياب، وهني التوى عايش بالوعد وبالدوة، وهذه هي بالرسمي سموها عيشة الكلاب. قال القاضي انت اخترت وانت مولى المسؤولية، وانا احترت في القضية، نحكم ليك ولا ضدك، نعتبرك قاتل او شهيد، مدام اللي عملته بيدك وحدك بلا وصاية ولا تهديد. قال الشعب الدولة كذبت علينا لعبت بينا، والحكومة باردة تفركس في عزتها فينا، وكلمتها مرعوشة وشاردة، كذب الزوز والكذب مبدع مفروز على عين البايع والشاري، وانتي سيدي القاضي قاري ومتنور مستقل، جيتك باش تلقالي حل وتنصفني من الناس الكل، مش باش تربطني في الظل، جيتك باش تاخولي حقي من الناس اللي سرقوا عرقي، هربوا بقوتي، جيتك باش يرجعلي صوتي وتحذيني وتراعيني وتعدل بين الدولة وبيني. أنا صحيح صدقت اللي قالوه لي وثقت وعملت عليهم، حطيت الغلة بيديهم، هم قالوا نحن الدولة نحن الحكومة والشعب، وقال الحاكم أنا الوحش وأنا كذبي ديمقراطي، أنا السلطة والنظام، وما نحبش نقول الحقيقة، نخاف عليكم معشر الشعب الكريم والهمام، نشفق عليكم من الصدق ومن الحرية ومن تحطم الأوهام. وأنا ما عندي ما قلت كيف تسألت، قلت اللي حسيته بروحي وبعمق المهجة والقلب، وعمري ما قلقني الكذب، مستانس في وقت طويل، أما اللي قلقني أني غدوة ما عادش نصدق وما عادش نأمن بالدولة، لا بالنص ولا التأويل. مبعد كيف تعدى الوقت بين الشرع والشرعية، اكتشفت شنو الفرق بين الحقيقة والمجازات اللغوية، بين الواقع والخيال، كيف تكون انت بطال وما تلقاش حق دواك ولا عشاك وما تلقاش وين تبات، أما تعدي ليلك واهم بالضرورة متوسد حزمة شعارات. سيدي القاضي أنا حي متبدل في كل يوم، وعمره ما أغراني الجمع، وعمري ما حسيت القمع كيما اليوم، أنا حي وما عادش عندي إيمان بالحذبة اللي قلت بيها وعملتوها على أساسي الحق وهي الأصل والشبيهة، أنا حي ومختلف وعمري ما شديت الصف قدام اللي يتكلم باسمي ولا وراه، أنا حي ونعرف الحقيقة رسمي بدو قياسي ومنتهى، كيف أنتم ما قبلتونيش كيما أنا، كيفاش تحبوني نعيش بلا ضمانة، وحاجة واحدة من اثنين، يا أنا ميت يا أنتم الميتين. سيد القاضي بربي كان أنت متفاضي خليني كمل الفكرة وخليني نعبر ونقول، وأنا على كلامي مسؤول، علاش أنتم علمتونا نعيشوا في الوثنية وجبرتونا على عبادة الأصنام، وهاني نشوف قدامك حلمي مكشوف، أشنية هي السياسة اللي تحبوها كان ما هيش السنم، أشنية هي الأخلاق اللي تحبوا كان ما هيش سنم، أشنية الديمقراطية كان ما هيش سنم، شنو العدل والإنصاف، إيش معناها يدين إنصاف، وإيش معناها استفتاء وانتخاب، وشنو معناها الاستقلال والتعايش والوئام، كان ما هيش أصنام علمتونا نعبدوها. مقاري يا سيدي القاضي ومطلع ومع كل الاحترام، فهمني بربي واعذر جهلي، أنا قاري للسيزيام، افهمني بركة واحكم حتى بالإعدام، أنا الشعب ما يفرقش بين الشخص والشخصية، بين التالي والقدام، أنا حي يمكن زادا نكون غبي وباقتناع، مدام الغباء الأكبر يكمن في خوف المتنكر، الكل يوم يزيد يسكر قدام عيني إمكانيات الإقلاع، واسمح لي يا سيدي القاضي وأنا هوني في قفص الاتهام، مكلبش من يدي مربوط، أني نعلنها بصراحة، هذا يا آخر نداء لنقوله قبل السقوط.